تشارليز ثيرون. ولدت الممثلة ورائدة الأعمال الخيرية تشارليز ثيرون بتاريخ 7 أغسطس سنة 1975 في محافظة بنر الريفية في جنوب أفريقيا. بدأت بتلقي دروس الباليه في سن 6 تعزيزاً لميولها الفنية، وحرص الوالدان على تشجيع موهبة ثيرون، لذا أرسلها إلى مدرسة داخلية في جوهانسبرغ لتعليم الرقص، وكان عمره آنذاك 12 عاماً. في عام 1991 عندما بلغ عمر ثيرون 15 عاماً، هاجم والدها على أمها بعنف شديد، فاضطرت الأم الدفاع عن نفسها وقتل زوجها تحت أنظار ابنتها. اعتبر القضاء أن تصرف الأم كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، فلم تتوجه إليها تهمة ارتكاب جريمة. قرر ثيرون احتراف مهنة التمثيل عوضاً عن الرقص، فانتقلت إلى مدينة لوس أنجلوس، وسرعان ما وجدت أن لهجتها الأفريقية كانت تشكل عائقاً أمام حصولها على الأدوار الناطقة، لذا تعمدت إلى مشاهدة التلفاز لساعات طويلة، فنجحت في إخفاء لهجتها الأفريقية وبدا حديثها أقرب ما يكون إلى اللهجة الأمريكية. وفي غضون أشهر قليلة نجحت في تأمين دور صغير لها في فيلم Children of the Corn 3 سنة 1995. وبعدها بفترة وجيزة حصلت ثيرون على أدوار أكبر في فيلمي Days in the Valley 2 That Thing You Do في نفس السنة في 1996. بعد هذه الأفلام أصبحت ثيرون وجها مألوفا في هوليوود، فحصلت على دور مهم إلى جانب باتشينو كيانو ريفز في فيلم The Devil's Advocate سنة 1997. ولكن ثيرون اكتسبت احتراما وشهرة كبيرين عن أدائها المبهر في فيلم مونستر الذي يروي سيرة قاتلة متسلسلة تدعى آيلين ويرمز، وقد حازت ثيرون في هذا الدور على جائزتي الأوسكار والجولدن جلوب. وبعدها عادت مرة ثانية إلى الأعمال الدرامية، فأدت دور البطولة في فيلم نورث كونتري الذي يروي قصة فتاة تعمل في المناجم تتعرض للتحرش الجنسي في مكان عملها، حيث كان أداؤها جميل جدا، فحصلت على ترشيح لجائزتي الأوسكار والجولدن جلوب. ساهمت تشارليز ثيرون في الأعمال الخيرية جنبا إلى جنب مع أدوارها السينمائية، ففي سنة 2008 نالت تكريما خاصا من الأمم المتحدة عندما أصبحت رسول للسلام في العالم. كذلك كانت ثيرون من مؤيدي الصندوق الدولي، وهو مؤسسة مهمتها مكافحة أمراض الملاريا والإيدز والسل حول العالم. نالت تشارليز ثيرون الجنسية الأمريكية سنة 2008، كما وأنها احتفظت أيضا بجنسيتها الأفريقية. ارتبطت ثيرون بعلاقة طويلة الأمد مع الممثل ستيوارت تونسنت، لكنهما انفصلا عن بعضهما البعض بعد علاقة دامت عقدا من الزمن، أي منذ 2001 حتى 2010. وقد تبنت ثيرون ابنا اسمه جاكسون سنة 2012، ثم عادت لتبني فتاة صغيرة تدعى أوغست سنة 2015. كانت ثاني ممثلة تفوز بجائزة الأوسكار بعد ظهورها عارية في مجلة بلاي بوي. حصلت على نجمتها الخاصة في ممر المشاهير في هوليوود سنة 2005. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.